بنلاحظ أنه كل يوم تقريباً بنسمع مصطلح ذكي مصاحب لأحد الأجهزة. بلشنا بالشاشات الذكية وبعدين سماعات ذكية وساعات وسيارات وفراش أسنان كمان. مصطلح الذكية أو الذكي بدل على إمكانية هالجهاز أنه يكون متصل بالإنترنت ومزود بحساسات معينة لتساعده على تأدية مهام إضافية لمهام التقليدية. طيب خلينا هلأ بدل كلمة جهاز ذكي نقول شيء ذكي، يعني مثلاً سترة ذكية، كاسة ذكية أو حتى كمان شوكة ذكية. الباحثين والأسية من شركة المايكروسوفت بشرت العالم بدخول عصر إنترنت الأشياء أو IoT إنترنت أوف ثينكس، بمعنى أنه كل الأشياء من حولنا رح تكون متصلة بالإنترنت وبالتالي ببعضها. إنترنت الأشياء صرنا بنحسن نلمسه بحياتنا اليومية ببعض الأشياء اللي شاعت مثل الساعة والسماعات، لكن الباحثين عم بيحضروا لأكثر من هيك بكتير. إنترنت الأشياء هو مفهوم حديث لإمكانية التحكم بمختلف الأشياء من حولنا عن طريق الكمبيوتر أو الموبايل، وبالتالي برمجة هالأشياء لأداء مهام معينة وبأوقات معينة. مثلاً لما نفيق الصبح لنروح على الشغل، المنبه لما يفيقك بيعطي أمر لآلة القهوة بتجهيز قهوتك بمجرد أنك وقفت المنبه. المراية اللي عم تضبط لبسك وشعرك قدامها بتعطيك معلومات فورية بمجرد وقوفك عن حالة الطقس والزحمة والوقت المقدر للوصول، وكمان سيارتك رح تقترح فوراً الطريق الأسرع للوصول لشغلك. كمان بإمكانك قبل ما تفوت على المحل تشتري غراض للبيت تستعرض شو يلي موجود بالبيت وشو لازم تجيب، لأنه البراد مثلاً رح يبعث لك نشرة بالمواد الموجودة وكميتها. الطرح الحالي بيقول إنه كل الأشياء بمحيطنا صار في إمكانية لربطها بالإنترنت وتزويدها بحساسات لتقديم المعلومات المطلوبة منا واتصالها بالنت، يعني اتصالها ببعضها ويعني تبادل معلومات كمان. نحن حالياً ما عم نحكي عن أمر مستقبلي أو خيالي، بالعكس عم نحكي عن شيء صار موجود وحقيقي. الحكي الحالي رح يفتح آفاق غير محدودة للتفاعل بين الأشياء والآلات والإنسان، بمعنى أنه الإنسان ما عاد مضطر يكون موجود لمعرفة أنه شو عم بيصير ببيته أو بعمله، مين إجا ومين غاب وشو الآلات اللي عم تشتغل وكمية الشغل. لكن طبعاً مع حماس شركات التكنولوجيا بهذا الاتجاه ومع الحديث عن مدن ذكية رح تظهر قريباً جداً، بضل موضوع الخصوصية وأمان المعلومات هو المفصل الأهم. تجربتنا لحد الآن أثبتت أنه ما في شيء اسمه جهاز أو برنامج محصن ضد الاختراق، وكمان بحالة إنترنت الأشياء أو المدن الذكية رح يكون خطر الاختراق والتهكير قائم مع أثار تدميرية. إنترنت الأشياء على ما يبدو رح يكون سمة عصرنا الحالي، ومرة تانية رح نشوف الشغلات اللي كنا نشوفها بأفلام الخيال العلمي عم تصير على أرض الواقع.